مرحبا بكم في حلقة جديدة من كرهبتك لباس. اليوم عندنا تشالنج جديد باش يبدا من سوسة وين احنا موجودين، وبعد لي كومباكت بيك اب باش يخص اون برلين بي ام دبليو موديل قديم، كرهبة تعبة برشا باش نعملو لها ان رولوكين كومبلي وين ريستوراسيون موتور مع شال اليكس، الزيت الوحيد في العالم اللي مصنوع بالغاز ناتشورال واللي يعطي دي بيرفورمانس اكسيبسيونيل. سي بارتي. تشالنج نتاعنا اليوم من بي ام دبليو سيري 3 او 46 بالضبط، كرهبة عمر باش نتعرفوا عليه. عمر صدري صدري اسكندر معاك، دونك عرفت علي جيتك اليوم بالطبيعة. كرهبة لباس، كرهبتك لباس ربحت لو غران تيراج دو سور نتاعنا. قبل ما نهزا نحب نعرف كيفاش شاركت معنا. بون عملت انسكريبسيون سيغ سيت انترنت كرهبتك لباس، صابيت لي كوردوني الكل والحمد لله خطفت. قول بي ام دبليو 46 كرهبة تعفونا من زد كي شفتها اللوطة، وماذا بيا نشوفها بلوز اون ديتاي. اوكي تفضل. عاشك. دونك هذه هي C'est une voiture de connaisseur. On ne sait pas, mais c'est une première main. C'est la première main. C'est une voiture qui est ma famille. D'accord. Et ça, il y a un coup de cœur. Je suis en train de faire. قلت نهار اللي باش نبدا نخدم نلم لها فلوسها وناخذها. توا الحمد لله صافي سي موا عندي. فرحان مالها، ما لازم لها برشا تسليح. لازم لها برشا تسليح. هوني عندنا اون فيس مكسره متر ضربه. برشا جديد عليه؟ برشا مطر. مطر؟ مطر. واو. لازم برشا خدمه، مسخ برشا، التابيسخي لازمها تتعاود. الفلوس هذا ناقصين. لا كودوار كودوار عاش يشد في بلاصتو. داكور. اي شنو هما المشاكل اللي عندك على الكهرباء هذي؟ بون فيها برشا مشاكل هي الكهرباء. باغ اكزومبل باغ اكزومبل موتوريزاسيون في السوقان. موتوريزاسيون معناتها الكهرباء تخرج دخان، فهمت، خاطر مازوت. اي قدا ماشيه؟ ماشيه 370,000. داكور ماشيه برشا برشا. فهمت. داكور كيما قلت لك سي اون فواتور دو كونيسور، يعملوا بها دريفت برشا، تعمل دريفت انت شويه. انا شويه بالدريفت معناها ناوي تدخل تشارك بها كومبيتيسيون كان تتصلح ولا؟ علاش لا؟ شوفوا الموتور. اي داكور كاش موتور مكسر. كي نشوفوا هكا نحس ان لونتروتيان نتاعو مش اجور. لا جملة تسمع كرهبتك؟ لا 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 خاطش ليكس يسمع كرهبتك. من غير ما نزيدو نضيعو الوقت عمر، نحس ان الكهرباء هذه باش تعبنا برشا، باش نعملو لها لونتروتيان كومبلي مع شالي ليكس، الزيت الوحيد في العالم اللي مصنوع بالغاز ناتشورال وان غولو كينغ زادا. نتلاقاو اخر جمعة. ميرسي. صدري وعمر متفاهمين الزوز، الكرهبة لازمها برشا خدمة. عمري ما شفت كرهبة تفيبري هكا كلها دي فيبراسيون، خاصة كي نمشيو بالشوية لي فويون كلهم شاعلين. لازم لها ان اونتروتيان كومبلي في الموتور في الالكترونيك زادا، برشا فلوس ناقصين زادا، فولون مقطع، عندنا حسم البلايص الكل، الموتور لي بو ديشابمون لي تران افون وحتى من الشباك. Direction Platinum Motors. وصل صدري للجراج وين يستناو فيه ليكيب دكسبير. ليز اكسبير اهلا وسهلا. شنو عامل؟ وينك يا سيدي؟ سافا؟ اهلا سيدي. شنو عامل؟ سافا عامل؟ نوتخ نوفو تشالنج بي ام دبليو، ماهيش اجد موديل بي ام دبليو، اما فما برشا خدمه خاطر عندها برشا ضربات من القدام، بارتي القدامية هذي برشا جديد زادا، لي موطون هذي لابسة الجوان، الجوان تاكل بالشمس هذا، تاكل بالشمس هذا، يزيد عندنا لاناس سوس حتى فوق البرريز، الباب يتحل بزوز يدين، دوكا ان بروبليم في لي بواني، في لي فيران، تنشوفوهم الكل، تشوفوا من الداخل نفس الحكاية نفس الحالة، دوك من التالي زادا نفس الحكاية.
هون قال لي من الشمس انزل من الشمس تعمل اي شمس تعمل حتى اول مره نشوفك هاي الشمس هذاك كل الشمس يقول الدين تنحات فرنيتر كل شيء مختلف على شيء اوك تشوف لهنا زاد هذه الدنيا كسره كيف كيف ولا يلزم جنرال كل كل شيء لازم كل شيء ما فيهاش حاجه ما تمسش في الكهربائي خضر من الموتور هذاك محضر لنا سربريز هذا الموتور المره دي ديجا من الاكستيريور ظهر جاء من حل الكبوت تبع كل شيء يا زلمه مولاي عمر قال لي لونتروتيان ما عملناش هذا لونتروتيان هكذا ديجا عندنا الفويت تزيت لهنا عندنا برشا حكايات هذا ديجا ملي دخل بها انت صوتها ديجا غليظ كان لي فيبراسيون التوربون تاعها ظاهر ديجا كله بصوت برك فوالا الولاد نوفو ديفي انا قبل ما تبداو الخدمه نعطيكم معلومه عمر مولاها مغروم بالدريفت وكان لازم نقدوا له حاجه كوتي كومبيتيسيون في اللوك في لي بيرفورمانس ما عرفتش كيف تتصوروها Bonjour, c'est bon travail. Merci. Merci. بعد ما شافوا ليزكسبير الكهرباء عرفوا اش باش يعملوا بالضبط وبدات الخدمة. الكهرباء وتنحاو لي زكسسوار الكل. لي سيج، العجالي، لي ريتروفيزور وحتى البار بريز. نتائج التحاليل نتاع العينه لقيناها من المحرك نتاع السياره بي ام دبليو لقيناها في الجراج نتاع سوسه النتائج هذه زيت مسخه برشا موتور فيه برشا ايزور يظهر لي السيد قاعد يصب في زيت عاديه برشا فيها اضافات ماهيش معدله ولا هو قاعد يزيد فك الاضافات اللي يحطوها مع الزيوت ويقولوا له باش تولي زيت خارق العاده ش عملت له الاضافات هذه لوزور كبرت ياسر مسخت له الموتور اذا كان نعمل كومباريزون avec les huiles Shell Helix qui sont très bien identifiées ما تلقى حتى علاقه هذوما les huiles Helix هذوما ينفوا بطبيعتهم les additifs موجودين بطبيعتهم ils sont bien dosés contrairement les huiles هذوما les bas de gamme اللي يشرو فيهم الخيال ويحطوا في الاضافات نتاعهم وحده دونك ردوا بالنا هنايا من الاضافات اللي نصبوها مع الزيوت وردوا بالنا من الزيوت اللي ما فيهاش علامات معناها نتاع مصنعين الزيوت هذيا كيف كيف. صلحت الطوله ودخلت الكهرباء للفوغ، قبل ما نتعداو للدهينه ركبوا قطايع الكهرباء جدد، دي باراشوك افون ايغيغ جدد، العجالي والليجونت، دي ريتروفيزور كربون ودي فو ليد افون ايغيغ. في الانتروتيان تاع الموتور بدلوا لي فيلتر اويل لو فيلتر كاربورون لو فيلتر اير والفيلتر كلين وعملوا اون فيدانج بالطبيعه بزيت شيليليكس الزيت الوحيد المصنوع بالغاز الطبيعي أو كلك غوتو شخفيف وتكون الكرهبة حاضرة مشي صدري يجيب في عمر باش يشوف كرهبته يسون كوت كوير كيما عمره ما راها قبل شنو حوالك عمر؟ تمام الحمد لله حاسس فيك ستريسي شوية شوية حقا خايف
باش ضربني سسبانس جمعة كاملة. كيف تصورك يا رب؟ والله تصورت بسخش حاجة بيه صحيح؟ وإن شاء الله مطلعش رأس. إن شاء الله. عمر وصلنا اللحظة اللي تستنى فيها الجمعة كاملة باش تشوف كرهبتك. ملتاوة نقولك تعبتنا ياسر وإن شاء الله تعجبك. impossible. هذه كرهبتك، كرهبتك الجديدة نوز إكسبير اللي تعبتهم ياسر، تعبتهم ياسر. مهدي فيصل إنزو. عسلامة. 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 إن شاء الله عجبتك الكرهبة. وأكثر من هيك. لا ماني فيك أنا ياسر عجبتني، حبيت كهرباء بتاع دريفت. عندك أن فري بيجو، ركزوا على لي ديتاي الكل باش نعطيوك بلوس دو انفورماسيون. كهرباء صار فيها أن ميكس بتاع لي باك إم اللي تعرفهم في بي إم أبوبري. عندك ديجا الكولور لونج بيتش دي معروف نتاع نتاع لمكات ديجا، دونك كيما ترى هذا هما دونك لي جونت اون 18 بوس لي بنو نتاعهم، جوت باكيت بدل جديد اون ام 3، واخر التالي تلقى ديجا لي فو اون ليد لي فو اريير، لي فو دو بلاك اون ليد، سورتي ديشابمون تيلانيه، دوبل سورتي ديشابمون اي سبور. حاجة مزيانة ياسر، في ما تعمل ديجا على الكهرباء كل ديجا زاد في البلار، زاد من قدام لي فو نتاعك تبدلوا نتاع لا نوفيل فاس في الاو 46 الكهرباء نتاعك لي فو، اون غرو في الاكستيريور. في الاكستيريور كالوندر نواغ زاد بيرسوناليزي، قال لك فيها من برا بور لانستون. كولور كولور مش نورمال. من سيري 3 يونيك دوك توا شفتها من برا. خليك تو ديكوفر ان بو الانتيريور. ديجا تعرف انت الحاله نتاع الكهرباء كيفاش كانت من الداخل، حتى كي حلوا لي بانو وكل شيء مجدود بالتل وتعبتهم الجماعه برشا 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 برشا، مي اون افي لو ماكسيموم ديجا فيها من الانتيريور. ديجا كيما تلاحظ فما لي زانسير اون كربان، سالري كالعاده اون كوير بكولور، مالغري زاد لو بتي مونك هكا نتاع بيان سير سورتو في الكهرباء وسورتو ليتا اللي كان فيه. الوغ لا ما نزيد نفسر لك. تريسبير ميكانيك فيصل اللي باش يعطيك ديزانفورماسيون. كيما كنت تعرف ياسر تعبتنا، عندها فيها برشا مشاكل كوتي موتور. دونك فوالا هذا لي تجديد تاع الموتور نتاعك. لقينا عندنا برشا مشاكل كانت فيها الكهرباء. عندنا المشكله الاولانيه اللي هي التوربو نلقاوه مكسر. هذا سي ديو على الكاليتي نتاع الزيت اللي كانت تصب فيها. عملنا ان انترتيان كومبلي، لي فلتر الكل بدلناهم. فلتر مازوت، فلتر زيت، فلتر هواء. وكما قال لك فيصل الزيت اللي كنت تصب فيه الكاليتي نتاعو ماهيش باهي، قلت لك التوربو نتاعو عمل لك ان انترتيان كومبلي مع شالي ليكس، الزيت الوحيد اللي مصنوع بالغاز ناتشورال واللي باش يحافظ على موتور كهربتك والتوربو. قاعد باش تسوق توا وتشوف التوربو نتاعك هذاك شالي ليكس. برافو توت ليكيب مرة أخرى على الخدمة الكبيرة اللي خدموها. خذا عمر كرهبتو وقف في أول ستاسيون شيل باش يصب كاربيرون شيل في باور غازوال 50. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات، إن شاء الله عجبتكم. أنت زادة كان تحب شيل ليكس يبدل لك كرهبتك ويخرج لك أن بيجو كيما البي إم دبليو نتاع عمر، ساهل ياسر، تمشي على السيت انترنت نتاعنا كرهبتك لباس.com ولا الباج فيسبوك مشترك، وحنا نتلاقاو الجمعة الجاية في تشالنج جديد.